اتسعت الطرق وزادت الحارات المرورية وأنشئت محاور مرورية جديدة ساهمت في تحقيق السيولة المرورية. وتحرص وزارة الداخلية على مواكبة هذا التطور من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية، بما يسهم في ضبط حركة المركبات والمشاة على الطرق والمحاور التي تم تطويرها. وتعمل تلك المنظومة المرورية المتكاملة التي تطبقها وزارة الداخلية وفي مقدمتها أنظمة المراقبة الإلكترونية الحديثة في تحقيق أقصى درجات الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق. عشان سلامتك تهمنا وحياتك أغلى شيء عندنا.